العشاق مشاهدين نتحاور حول الفن وتطور الفن وعدد من الأمور المتعلقة به مع الأستاذ سالم الجنيبي فنان تشكيلي. أهلا وسهلا أستاذ سالم. أهلا وسهلا فيك تعليا. أستاذ سالم، لما نتحدث عن الفن هناك عدد كبير من المواضيع اللي تطرح في سياق الفن، لكن سؤالي الأول ببدأ عن هل يجب على الفن أن يعبر عن المجتمع، عن قضايا المجتمع الخاصة، أم يجب أن يتوسع ليشمل قضايا إنسانية وتساؤلات إنسانية عامة؟ نعم، هو الفن بحر كبير، ويجب على الفنان أن يعطي طابع في أعماله الفنية من خلال بيئته. وجدنا إحنا كثير صراحة مثلا على المستوى المحلي في دولة الإمارات فنانين اتجهوا لاتجاه المعاصرة، الحداثة والمعاصرة، واستخدموا الأدوات البيئية وخاصة الأدوات اللي هي من التراث، من التراث الإماراتي. فمهما إن لو نقول الفن، وين وصل الفن مع التطور والتقنيات الحديثة والأمور هذه، لكن ما زالت الأدوات والعناصر عند الفنان يستخدم العناصر اللي هي من بيئته، من مجتمعه، حيث أن المشاهد أو المتلقي لما يشوف في معرض فني أعمال فنية ما يشاهد شيء غريب عليه، يشوف شيء من بيئته، يشوف شيء من تراثه، شيء هو يمكن عايشه، عناصر يعني عايشه في حياته، ما يكون هذا الشيء غريب عليه. يكون الفنان استخدم شيء جديد بالإضافة استخدامه إلى عناصر من البيئة والموروث الشعبي. فهذا الشيء هو اللي يخلي أن الفن بالنسبة للفنان مرتبط بمجتمعه وببيئته. أستاذ سالم، البعض يخاف يقول لو أنا استخدمت هذه العناصر من التراث مثل ما استخدم عديد من الفنانين عندنا هنا، يقول يمكن يقولون أنا تقليدي نوعا ما أو نعم. أو قديم نعم. وغير مجدد، كيف نعم. أنت ترد على هذا السؤال؟ هو في فرق، في ممكن فنان ما يطور من نفسه فيبقى على اللوحة وين أقصد فيها اللوحة هي الألوان والفرشة والأمور هذه، ولكن في فنانين استخدموا أعمال تركيبية، أعمال معاصرة استخدموا فيها عناصر من التراث. فمثلا عندنا الفنان المعاصر حسن شريف رحمة الله عليه اشتغل على الأعمال التركيبية واستخدم عليها مواد الكرتون مثلا اللي استخدمها احنا كل يوم في المواد موجودة في البيت في المطبخ. استخدم حبل الكمبار اللي كان يستخدمونه في ربط الأخشاب أو في السفن، استخدم المواد هذه القديمة في الأعمال المعاصرة، فكانت صراحة للمشاهد هي عبارة عن صدمة أنه يقدم شيء معاصر ولكن بالاستخدام الاعتيادي من المواد أو العناصر التراثية. نعم. أستاذ سالم، أنت تحديداً تهتم بالإنسان من خلال ما تقدم من أعمال فنية، تهتم بكل ما يتعلق بالإنسان، بالمتغيرات اللي يمر بها الإنسان، تركز على المكان والزمان أيضاً. صحيح. ما سر هذا الاهتمام بالإنسان؟ الاهتمام بالإنسان هو الإنسان كل شيء في الحياة. الإنسان هو اللي يغير، ممكن يغير من الوجود في أي شيء في الطبيعة، في بيئتنا الإنسان هو اللي يسيطر، هو اللي يتحكم. فأنا ممكن يتغير شيء في حياتي نتيجة فعل من إنسان آخر، نتيجة ممكن شيء أشوفه أمامي. مثل ما قلت، هذا الشيء يأثر على الإنسان نفسه، على أحاسيسه، على مشاعره، على ردة فعله. فالإنسان دائما يتأثر بغيره، سواء كان حوار، سواء كان فعل، سواء كان حدث أمامه يحدث فيغير شيء من داخله. فهذا الموضوع أنا اشتغلت عليه في أعمالي الفنية لتلجت صدى عند المشاهد، كل مشاهد أو كل شخص يشوف أعمالي الفنية فيها الإنسان، ممكن أنه في مكان مختلف، أنه يكون في البيت أو في العمل أو مع أصحابه أو أي مكان. واستخدمت أيضا أنا تنقيت الألوان، كيف أوظف الألوان في العمل الفني هذا الشيء اللي هو اللي يخدم المكان والزمان. ففي النهاية كله يخدم بعضه، في النهاية يطلع عندنا عمل يكون متقبل عند المشاهد.
استاذ سالم، لو يعني رجعت من زاوية أبعد ونظرت إلى أعمالك على مدار السنين اللي تتكلم فيها عن الإنسان، كيف تقيم نظرتك وتوظيفك للإنسان في فنك وتطور هذا التوظيف؟ طبعاً أنا بديت أول مجموعة لي كانت من خلال مشروع التواصل في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية. فكرت أني كيف أبدأ كفنان أنا، فكرت الإنسان كيف بدأ حياته في الفن، كان يرسم على الصخور داخل الكهوف، الإنسان الأول أقصد، فكان يرسم بيئته، يرسم أشخاص اللي يشوفهم، الحيوانات، أدواته. فهاي كانت انطلاقتي وبدايتي أنا. بعدين اتجهت سميتها لغة التاريخ، واتجهت إلى مجموعة ثانية الإنسان والمكان اللي تكلمت عنه، هو يعني أنه كيف المكان ممكن يأثر على الشخص. هذه فدائما المكان جدا ضروري بالنسبة للإنسان وبالنسبة للفنان. ممكن أنا أبدع هنا، يمكن أنتقل مكان آخر، ممكن هناك أبدع أكثر. أنا اللي يتغير هي البيئة، أنا أشوف ألوان جديدة، أشوف ناس مختلفين، ملابس غير، ألوان الملابس غير في هذا المكان عند الأشخاص. فهذا الشيء كله يغير عند الإنسان العادي، وأيضا يغير الفنان أو اتجاهاته من خلال توظيف العناصر وتوظيف الألوان في العمل الفني. أستاذ سالم، مؤخرا في أحد اللقاءات في مقال صحفي ذكرت نقطة أنا أعتقد أنها مهمة جدا، ذكرت أن الفنان المبتدأ أو الفنان في بداياته يجب عليه أن يكون ملم بالأدوات والأساسيات الفنية، ومن ثم ينتقل لمرحلة انتقاء تيار معين أو مدرسة فنية معينة. صحيح، تحدث عن هذه النقطة بإسهاب. طبعا يتوجب على الشخص أن يكون الفنان هو صاحب موهبة، والموهبة تكون هذه من الصغر، لكن يحتاج له صاحب الموهبة شيء آخر، ألا وهو التعليم والمعرفة. أيضا جانب آخر ربما الفنانين ما يمارسونه كثير، هو جانب القراءة في الفن. نتكلم عن تاريخ الفن، نتكلم عن المدارس الفنية والفنون الحديثة اللي استحدثت. فالموهبة هي نفسها ما تساعد صاحب الموهبة، يحتاج إلى التعليم، يحتاج إلى تكثيف الدورات مثلا اللي يتلقاها من الفنانين الكبار. أيوة، بالإضافة إلى تنوع نشاطاته لكي يخلق شيء جديد على الساحة الفنية. أعتقد هذه النقطة مهمة جدا للفنون، قد يغفل عنها البعض لو تكلم عن المسرح والموسيقى وغيرها. نعم. صحيح أن الموهبة ووجودها مهم، لكن القراءة في تطور مثل هذه الآداب أو الفنون يساعد. صحيح. أن الشخص يمكن يفهم بطريقة أعمق هذه الأمور، وبالتالي يستطيع أن يطور أدواته ومهاراته المختلفة. صحيح. صحيح. نتحدث قليلا عن الأثر أو التفاعل ما بين الأعمال التي يقدمها الفنان وتأثيرها على المجتمع وتفاعل الأشخاص أيضا معها. نعم، في السنوات الأخيرة في المدارس الموجودة طبعا أثرت كثير على المشاهد، من خلال ليس فقط المشاهدات، العمل الفني أيضا دخلت عناصر كثيرة، منها مثلا عنصر الصوت، في مثلا عناصر ان الاعمال التفاعليه اللي تخلي المشاهد او اللي يحضر المعرض او العمل الفني يشارك في هذا العمل الفني بمختلف الامكانيات، ممكن انه يكتب، ممكن انه يشارك في هذا العمل باي طريقه من الطرق. هذا سببه تطور العناصر الموجودة حاليا. كثير من الفنانين الآن أصبحوا يقدمون الفن التفاعلي فقط، اللي هو ليس فقط فيه عنصر الدهشة البصرية، لا، أصبح الآن فنون متعددة في الجانب التفاعلي، أن المشاهد يدخل مثلا إذا كان عمل في غرفة يدخل ويشارك هذا العمل. هنا الرسالة توصل أن الجمهور والناس يكونون مشاركين في هذا العمل، أن جزء لا يتجزأ من هذا الجمهور من هذا العمل الموجود المعروض لهم. وهنا يعني استرجع شيئين، الأول الأمر الأول تحدثت عن الدهشة، هل يجب على الفنان أن يقدم عمل يعني مليء بالدهشة دائما؟ غير ضروري هذا الشيء. مع تغير المدارس الفنية أصبح مثلا عندنا مدرسة المفاهيمية،
على هي يعني على المفهوم مثلا، يخلق الإنسان أو الفنان موضوع معين أو قضية معينة في هذا العمل، في فكرة مفروض توصل للمتلقي إن هو يفهمها، لكن بطريقة يعبر عنها الفنان نفسه. هذا الشيء يجذب المشاهدين للعمل نفسه هذا. فعنصر الدهشة في اللوحة أو إحنا نسميها بمفهوم الفنية صمد الصدمة البصرية، استخدمت كثيرا في الأعمال الفنية في اللوحات. في اللوحات إن يكون في عنصر ممكن يكون عبارة عن لون قوي أو يكون عنصر مختلف عن باقي العناصر، بيكون بس يكون له تأثير على البصر المشاهد. فهذا الشيء اللي يلفت ممكن المشاهدين للعمل الفني. وذكرت كذلك هذا التفاعل ما بين الفنون الأخرى والتلاقح ما بين ما يكتب وما يرسم أو يعني يشكل. أتذكر في جامعة نيويورك في أبوظبي مجموعة من الشباب الإماراتيين والشابات كذلك قاموا بعمل فني جميل، قصيدة تكتب بناء على لوحة أو لوحة ترسم بناء على قصيدة، فصار مثل تفاعل ما بين الفنون المختلفة لينتج يمكن مفهوم حديث للعمل الفني والتمازج ما بين الفنون المختلفة. نعم بالضبط صحيح. وهو الاستخدام مثل ما خبرتك أنه هو يكون مشاركة الجمهور في الأعمال التفاعلية. خلنا نأخذ على جانب آخر مثل مجموعتي أنا سيمفونيات بصرية، قدمت فيها الأشخاص مرسلت فيها أشخاص يعزفون. أنا استخدمت الآن نوعين من الفن، يعني الرسم مع الموسيقى. هذا وجدت أنا في لوحاتي. أن نستذكر مثلا معرض الاستعادي في متحف الشرق للفنون للفنان المصري جورج بهجوري، كان في جناح خاص لرسومات رسوماته كان رسم فيها الفنانة أم كلثوم مثلا، فطلب من المتحف أنهم يحطون أغنية لأم كلثوم في نفس القاعة. فالمشاهد يشوف الأعمال هذه فرقة موسيقية أم كلثوم تغني نفس الوقت في أغنية يسمعها، كأن الحدث أصبح أمامه. فالمشاهد لما يشوف العمل الفني أصبح الآن عنده فنين، لوحة مرسومة بالإضافة إلى موسيقى هو يسمعها في نفس الوقت وبنفس الموضوع. نعم، فهذه الفنون أصبحت الآن متواجدة يعني كثرة في أغلب المعارض، الفنون التفاعلية بكل اختلافاتها. لو تحدثنا عن النقد، يعني كل أو معظم الفنون أو الأشخاص في مجالات الفنون والآداب المختلفة يتحدثون عن هذه النقطة، نعم. عن أن النقد الأكاديمي الرصين وليس الانطباعات، نعم. والآراء قليلة، سواء تحدثنا عن المسرح، سواء تحدثنا عن الرواية والقصة وغيرها من الفنون، نعم. النقد الأكاديمي قليل، نعم. بالنسبة للفنون كيف ترى النقد أو تقيم النقد الفني وكيف ممكن أن يؤثر في تطور العمل؟ هو الفن بكل صراحة يحتاج إلى النقد، ويمكن الفنانين الموجودين في أي مكان يقدموا أعمال فنية في النهاية ما يلاقوا هذا النقد الموجود على حسب الساحة الموجودة أو الفعاليات التي تقام فيها المعارض الفنية. النقد يخدم الفن ويخدم الفنان. لما الفنان يقدم عمل في الساحة الفنية في أعمال موجودة لكن تحتاج إلى النقد، النقد يوصل للأعمال الفنية هذه إلى مستوى أعلى. فبالنهاية الفنان أو الساحة الفنية تحتاج إلى هذا النقد. الكتاب اللي يكتبون من بعد المعارض ما تصير يكتبون عن هذا المعرض، انطباعهم عن هذا المعرض. النقد البناء إحنا محتاجينه حتى في ساحتنا إحنا هنا. فأهمية النقاد أو الكتاب في موضوع الفنون التشكيلية جدا ضروري، لأنه يخدم الفنون بأنواعها. برأيك كيف نطور حركة النقد الفني اليوم؟ نحتاج إلى الاطلاع بداية من الفنان نفسه. نعم، وأيضا الفنانين أو مثلا طلاب الفنون يكون لها الجهة اللي تعلم الطلاب، هذه لها دور كبير في تعليم الأمور اللي هي في الكتابات تعتبر أو في النقد، أن كيف نطلع العمل هذا بأجمل صورة، استخدام العناصر يعني اللي تخدم العمل أو استخدام الجماليات حتى
في طلاب مثلا كليات الفنون، انا افضل انه هم ياخذوا منحة غير التعليم البصري من الجانب الفكري، فهذا الشيء اللي ينمي عندنا المقدرة على النقد في الفنون التشكيلية. جربنا نستكمل حوارنا معك حول الفن ونتكلم عن تأثر الفن التشكيلي اليوم بهذه الحركة التكنولوجية المتطورة المتسارعة وظهور يمكن عدد كبير من الفنانين الرقميين كذلك. نعم، هو مع تطور وتقدم التكنولوجيا هذا الشيء صار يخدم الحركة التشكيلية على مستوى العالم. من بعدها طبعا أثر هذا الشيء باستحداث المدرسة الرقمية، بالإضافة إلى وجود الفن الفيديو آرت، أصبحوا الفنانين يستخدموا الفيديو في التعبير عن القضايا والأمور المفاهيمية، يطرحوها للمشاهد عن طريق التكنولوجيا. يعني في النهاية استخدموا التصوير، وإحنا اليوم يعني في إكسبوجر في التصوير نوع من أنواع الفنون، يعتبر المدرسة الرقمية تمكنوا منها فنانين كثير، يعني في قدموا أعمال فنية ممزوجة بوسائط مختلفة قدموها على الساحة ولقت إشادة يعني في على المستويات العالمية، أصبح لها معارض خاصة يعرضون فيها الفنانين المسار الرقمية. الفيديو أعتقد فن الفيديو كان سباق من سنوات كثيرة، حتى أنا أذكر لما كنت أدرس في معهد شرق للفنون كنت أنا أرسم في ذاك الوقت يمكن نهاية التسعينات، لكن لما كان في معارض أزورها مثلا أشوف أنه في فن فيديو كان غريب علي أنا صراحة، بس أتأمل الفن هذا، التكنولوجيا الموجودة، أن الفنان أصبح الآن يستعرض القضايا هذه، يستعرض كل المواضيع الفنية اللي عنده باستخدام التكنولوجيا المتطورة. فعلا التكنولوجيا الآن صارت أي نوع من أنواع الفنون المختلفة. نتحدث عن المراسم، في فترة من الفترات كانت المراسم موجودة بكثرة، كانوا يذهبون لها مثلا الطلاب والطالبات في فترة المساء بعد المدرسة. اليوم المراسم الفنية ما أهمية عودتها أو انتشارها بشكل أكبر؟ نعم، هي المراسم أساس، ممكن أساس الموهبة. إحنا إذا قلنا أساس الموهبة يمكن كانت في المدرسة، أساس التربية الفنية أن الطالب صاحب الموهبة يقدم ما لديه من إبداعات وكذا، مثل ما يتم توجيهها للدورات والأمور هذه. لكن في النهاية صاحب الموهبة أو الفنان يحتاج إلى هذه المراسم. الفنان الكبير طبعا بيعلم صاحب الموهبة، صاحب الموهبة بيتلقى المعلومات، بيتلقى هذه الخبرات من الفنان في المراسم. فاليوم احنا نشوف مثلا في مراكز الطفوله مثلا يقدمون دورات رسم، في جمعيه الفنانين يقدموا دورات رسم، ايضا في معهد شرقه للفنون دورات الفنون رسم، نحت الجرافيك او الامور هذه كلها تقدم. يعني المرسم هو دائما بيت الفنان، هو المرسم اللي يخلق فيه الفنان ابداعه ويوصله للعالمية. أهمية المرسم تكون في صقل المواهب. بتحدث معك أستاذ سالم عن الفن في المنطقة، لكن أريد أكثر أن نذهب عن مشاركاتك الخارجية في المهرجانات المختلفة. اليوم لما تشارك في الخارج وتحمل أعمالك، شو هذا النوع من التفاعل الذي يخلق ما بينك وما بين الفنانين الآخرين؟ ماذا تستفيد أنت كفنان شخصياً عندما تأخذ عملك إلى الخارج؟ نعم، أنا ممكن لما أقدم فن في خارج الدولة، مشاركات مثلاً في مهرجانات للفنون موجودة يشارك فيها الفنان،
هو ممكن انه يقدم شيء من بيئته، ولكن المردود اللي في للفنان نفسه اللي شارك في الخارج مثلا هو طبيعه الاعمال اللي تكون امامه. عاده في المهرجانات الفنيه يستقطبون الفنانين من كل انحاء العالم ومن كل البلدان، فكل فنان جاي من بيئته. ففي النهايه اذا صارت في ورشه عمل للفنانين ينتجون فيها اعمال، او في النهايه يصير معرض، لو بتشوفين هذا المعرض مختلف تماما عن اي معارض تصير، اتكلم عن المعارض الجماعيه وليست الفرديه. فبتشوفين فنون من كل انحاء العالم، بتشوفين اختلاف، ممكن المشاهد يشوف فنون كثيره، الوان، الالوان يعني تختلف عند العناصر الموجوده تختلف. فتقريبا كل، ما بقول كل بلد ممكن، او احنا في الخليج هنا او في الدول المغرب العربي او دول اسيا او اوروبا، اذا اجتمعوا هذول في مكان واحد فعلا المشاهد راح يشوف اساليب متعدده للفنون. ممكن الفنان لما يرجع لمرسمه هذا شيء يفيده انه عينه شافت فنون مختلفه، فممكن هذا يعني يخدم الفنان في انتاج الاعمال الفنيه مستقبلا. نعود الى الداخل، الى المهرجانات والمعارض الموجوده في الدوله. اليوم كل امارات الدوله فيها معارض فنيه، يعني واحنا نتحدث الحين متواجدين في معرض للتصوير الفوتوغرافي في اكسبوجر في راس الخيمه، مهرجان الفنون البصريه في الامارات المتعدده، كذلك مهرجانات على مستوى كبير، وفي الشارقه ايضا لازلنا نحتفي بعدد من المهرجانات وننتظر لقاء مارس وغيره من الفعاليات المتعلقه بالفنون. اليوم هذه التجارب المتعدده والمختلفه كيف تخدم الفنان المحلي هنا في الامارات؟ طبعا هذا انا اعتبره صراحه انه هو دعم من القياده للحركه التشكيليه في دوله الامارات. فعلى سبيل المثال من فتره بسيطه كان عندنا مهرجان الفنون الاسلاميه. احنا الفنانين يعني اللي شاركوا مثلا، شفنا فنانين من الامارات شاركوا. الفنون الاسلاميه تختلف الثيمه من بلد لاخر، فاحنا شفنا شيء مختلف. في النهايه هي فنون اسلاميه، لكن شو يوجد في هذه البيئة في هذه الدولة من أثر للفن الإسلامي ممكن أن يستخدمه الفنان ويجيبه عندنا هنا في مهرجان، مثلا مهرجان شرق الفنون الإسلامية. شفنا مثلا يعني الأعمال متنوعة كثير، العناصر والخامات اللي استخدموها الفنانين مختلفة تماما. أيضا في آرت دبي أو آرت أبوظبي يستخدمون فيها الفنانين الجاليريات من جميع دول العالم، نشاهد أعمال مختلفة دائما. فهذا أنا يعني أقدر أقول عنه تبادل ثقافي أو تبادل فكري موجود، هذا كله يؤثر في الساحة الفنية الإماراتية، يثريها من بالفنون ويثريها بالحراك البصري. فهذا المهرجانات اللي تحدث صراحة كلها تخدم الحركة التشكيلية الإماراتية. أخيراً أستاذ سالم، الحركة الفنية الإماراتية بدأت منذ عقود وفي أسماء كبيرة وبارزة في مجال الفن، اليوم كيف نضمن استمرارية وتطور هذه الحركة الفنية؟ ولو تحدثنا كذلك عن الشباب، يعني لدينا معاهد، لدينا مهرجانات، لدينا مسابقات، ماذا يحتاج الفنان الشاب لكي يستمر؟ في البداية يحتاج إلى الفنانين لديهم خبرة، فنانين الرواد الموجودين، يعني دكتورة نجاة مكي، فنان عبد الرحيم سالم، هذا الناس اللي أسسوا الحركة التشكيلية في الإمارات. الدولة أعطتهم بعثات لبرا، درسوا الفنون ورجعوا أسسوا حركة تشكيلية في دولة الإمارات، أسسوا الجمعية بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه، أعطاهم يعني بيت، قالوا هذا جمعية لكم أنتم تشتغلوا فيها، تعرضوا فيها، ما زالت الجمعية موجودة لغاية الآن. يأتي من بعد ذلك دعم اللي يأتي للفنانين من المؤسسات، هذا جدا ضروري. الحمد لله توفير المعارض والمهرجانات، الحركة التشكيلية الآن أصبحت على مدار السنة لا تتوقف، من مهرجانات، من معارض، من لقاءات، من ندوات فكرية، هذا الشيء هو اللي يخدم جيل الشباب حالياً.
واخيرا تطور، كيف نضمن استمراريه هذا التطور في الحراك الفني الاماراتي؟ استمراريه التطور لازم ياتي، قلنا اهتمام من فنانين الرواد والمؤسسات، لكن نحتاج دائما احنا الى التجديد. التجديد في الاعمال الفنيه من قبل الفنانين، ايضا نحتاج التجديد في نوعيه او ثيمه المعارض اللي تقام الان. هذا شيء جدا ضروري، ما يخلق شيء جديد في يخدم الفن فهو يخدم الساحه الفنيه بشكل عام، ما يعطينا استمراريه للتطور الفن عندنا. وذكرت خلال بدايه حديثك استاذ سالم عن موضوع القراءه في الفنون وتاريخ الفنون وغيرها واهميه ذلك، وكذلك النقد الفني وما قد يساهم في تطوير الحركة الفنية. شكرا لك أستاذ سالم الجنيبي فنان تشكيلي على وجودك معنا في حلقة اليوم. شكرا لكم. شكرا. شكرا، حياك الله. نلتقي على خير. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.